يحتوي البيض على الكمية المناسبة من البروتينات والتي يحتاجها الجنين كما تساعده على النمو. إن البيض يحتوي على كميات غنية من الأوميجا 3 ومن الكورين والتي تساعد الجنين على اكتمال نمو الدماغ. ويقول العلماء أنه يزيد من نسبة ذكاء الجنين، لهذا تجد بعض الأمهات تتناول بيضتين في اليوم على الأقل لتكوين دماغ سليم لأطفالهم، علاوة على أن القيمة الغذائية تساهم بشكل كبير في الابتعاد عن خطر تشوهات الجنين في مرحلة التكوين، كما يعزز من القوة العقلية للطفل وتقوية الجهاز المناعي للجنين. كما يجب على الحامل أن تكتسب يوميا من 300 إلى 400 سعرة حرارية في اليوم الواحد عن طريق الغذاء الذي يعود عليها وعلى الجنين بالفائدة، ومن الأطعمة التي تساعد على اكتساب سعرات حرارية أكدت الدراسات أن البيض لإحتوائه على 70 سعرة حرارية تقريبا فهو به نسبة عالية من السعرات نسبيا بين باقي الأطعمة، وأيضا يشعر الأم بالشبع. يحتاج جسم الإنسان غالبا إلى 2.5 من الفيتامينات يوميا، وعند تناول بيضة واحدة في اليوم فإنها تكسبك 12% من احتياج جسم الإنسان للفيتامينات، وهي نسبة ليست قليلة. كما يعتبر صفار البيض مصدر قوي للحصول على الزنك، وينصح الذين يعانون من نقص في الزنك أن يتناولوا صفار البيض بشكل منتظم. أما الجزء الأبيض في البيض لا يحتوي على نفس كمية الزنك الموجودة في الصفار. كما يعتبر البيض من المصادر الغنية بالكالسيوم والذي يحتاجه الجنين في فترة التكوين. كما يحافظ البيض على جلد الأم لاحتوائه على كمية كبيرة من البروتين، كما أنه يوفر الكمية الكافية من الطاقة والتي تساعد الأم على القيام بمهامها. إن مخاطر الإسراف في تناول البيض هي كالتالي: تسمم السلمونيلا، فيجب التأكد من أن البيض قد اكتمل طهو حتى نتأكد من قتل البكتيريا في داخل البيض، وأن يمنع تناول البيض الني الذي لم يكتمل طهو حتى نتجنب من حدوث أي تسمم في الجسم. فتسمم السلمونيلا يحدث غالبا للحامل وهو لا يؤثر على الجنين، بل تعود أعراضه على الحامل فقط، فتشعر ببعض الألم في البطن مع الصداع، وقد يحدث إسهال مستمر، وفي بعض الحالات تحدث ارتفاع في حرارة الجسم. قد يسبب البيض حساسية في بعض الأحيان، كما ينصح عدم الإكثار في تناول البيض لأصحاب مرض الربو وحساسية الصدر والقصور في وظائف الكبد. يفضل عدم الإكثار في تناول صفار البيض لأنه يساعد على تصلب الشرايين وكسرة تكون الدهون حول القلب. إذا كانت المرأة تعاني من ارتفاع الكوليسترول فيجب عليها تجنب تناول صفار البيض أثناء الحمل لتركيز الدهون فيه، وهو ما يزيد من الزلال عند الحامل. وبذلك فتقليل تناول البيض بشكل عام أفضل للحامل والمصابة بالكوليسترول. أما إذا كان معدل الكوليسترول في الدم نسبته معتدلة نسبيا فينصح بتناول البيض من بيضة إلى 2 يوميا.